طيب اسعد الله اوقات الجميع بكل خير. طب احنا ان شاء الله الان سنبدا المحاضره الثامنه من سلسله الدروس هذه الدوره. دوره الفول ستاك ديفلوبمنت ان شاء الله. خلينا نبلش الان بشكل سريع، نقول بسم الله كما تعودنا دائما. نفتح هذا فولدر، هو فولدر سميته ليكتشر 8 برقم محاضره اليوم. تمام، طبعا اليوم بدنا نتكلم بمواضيع جديده، احنا ما زلنا نتكلم بمواضيع جديده. وحنظلنا ناخذ الاساس الى ان نبدا بالسكشن 2. طبعا لو تلاحظوا في المحاضرات او بالتايتل او العناوين اللي مكتوبها مكتوب سكشن 1 المحاضره الاولى لكتشر 1، سكشن 1 المحاضره الثانيه. فهي اصلا الدوره مقسمه اكثر من سكشن، السكشن الاول هو فقط الاساس. وبهذا بحضره اليوم ان شاء الله سنتكلم عن موضوع جديد. شو هو الموضوع الان سوف نتكلم فيه ان شاء الله؟ خلينا نفتح الفولدر كما تعمدنا على كود سبيس دوت حتى نفتح على الفي اس كود بشكل سريع. نفتح اندكس دوت اتش تي ام ال ثم ملف الجافا سكريبت دوت جي اس، نربطه بشكل سريع حتى نبدا ان شاء الله. هذا هو سكريبت، ممتاز. طيب في محاضرة اليوم إن شاء الله، دقيقة تمام، نستكمل ان شاء الله. طيب بمحاضره اليوم، طبعا بالمحاضرات الاخيره اخر ما تكلمنا عن، تكلمنا عن جمله الدوران، جمله الفور، وتكلمنا عن جمله السويتش، وجمله الدوران اللوبينج تكتب على عده اشكال، منها الفور ومنها الوايل والدو وايل. اليوم بدنا نركز اكثر على الفور، على الفور. طبعا جميعهم من خلال نقدر نسوي جمل دوران، اي نكرر جمله معينه بالمقدار والعدد اللي احنا نقدر نختاره. لكن ليش تحديدا بدنا نركز على الفور؟ لانه اكثر استخداما في اللوبينج راح نستخدم الفور، وهناك اشكال عده للفور، واليوم راح ان شاء الله نتعرف عليها باذن الله. طبعا الصيغه الاساسيه اللي تعلمناها في المحاضرات الماضيه بشكل سريع كان في عندنا مثلا فور بشكل سريع، ونفتح له باراميتر، بيجي معاه باراميترز في داخل الفور. بامكانك كتابه 3 اكسبريشنز، الاول هو لتعريف متغير فليكن let i يساوي 0. طبعا للعلم احنا نقدر نضيف let ونقدر نشيلها، احنا تكلمنا بالمحاضره الاولى انه اذا المتغير اجى من دون تعريف في هذا المتغير او تصنيف له سواء let او constant او var ياخذ مباشره ويعامل معامله let. فانت بامكانك تكتبها let او حتى من دون ما اتعرف المتغير let i مباشره يتعرف على اساس انه let ان شاء الله. هذا للتفكير. ومن ثم الشرط الاي، طالما هذه الاي على سبيل المثال الاي اقل من 5 فليكن، تمام، وبدنا عداد بحيث انه هذا العدد اللي اسمه اي بزيرو ما يظل يطبع، يظل يكبر، صفر يوصل واحد يوصل اثنين الى ان يكتمل هذا الشرط. فاحنا بدنا نحكم على هذه الفور تلف لعدد معين، ما بدنا اياها تصير انفينيتي، صحيح؟ فهذا هو الفكره من وجود الشرط في هذا المكان. طيب كيف انا بقدر ازيد؟ بقول له فقط اي بلس بلس، اي كل عمليه دوران زيد لي قيمه الاي واحد. ممتاز جدا ان شاء الله. بشكل سريع هذه نكتب لكم مثلا كونسول لوج، فليكن كونسول لوج مثلا قيمه الاي في كل مره، سوري الاي في كل مره. واكيد طبعا مثل ما تعلمنا كيف نشوف احنا الكومبايند على الكروم مثلا، تمام، اوبن ويذ كروم، تمام، على الكونسول بنلاحظ، نصغر شوي الشاشه انه مش واضحه، هذا هو الكونسول، بنلاحظ انه طبع لي 0 1 2 3 4، صحيح؟ 0 1 2 3، ايش هذول اللي طبعهم؟ اللي هو قيم الاي اللي انا قلت له اطبع لي اياهم. مثال جدا بسيط، وهذا هو الصيغه الاساسيه فقط للفور. طيب طبعا احنا تكلمنا كمان انه قدرنا نسوي الري. احنا طبعا احنا شو بنستفيد من الفور؟ هل فقط لطباعه امور ونكررها؟ لا، الفكره الاساسيه من الفور لوب او الاكثر استخداما
لطباعة على سبيل المثال مصفوفة. طبعا احنا تعلمنا شو هي المصفوفة اللي هي الأري، صحيح؟ خلينا نعرف الري بشكل سريع. مثلا فعلنا هذه الأري ليت، اعمل لي الري اسمها فروت فليكن فروت، تمام؟ ونضيف عليها عدة خيارات. طبعا الأري هذا بالبراكتس هذا يسمى سكوير براكتس، هذا البراكتس يسمى السكوير براكتس وهو المخصص للأري. في أول عنصر اللي ترتيبه صفر وهو العنصر الأول، مثلا خلينا نضيف مثلا عدة عناصر، فليكن هذا أبل مثلا فليكن، والثاني مثلا بنانا بشكل سريع بنانا، تمام؟ قد يلاحظ في بعض الأحيان لما نراجع المحاضرات يكون في عندي أخطاء إملائية، أخطاء كذا، نرجو أن يعني نتجاوز هذا الأمر أثناء الشرح، فقد تصدف، تمام؟ فقدر الإمكان إحنا بدنا نطلع إن شاء الله صح ما يقول، نكمل إن شاء الله بنانا عنصر آخر أخير مثلا فليكن مثلا أورنج. طيب تمام. طيب عندنا هذه العناصر، وان هذا العنصر الأول وهذا اسمه أبل، والثاني وهذا الثالث اللي اسمه أورنج. باستخدام الفور هل أستطيع أنا إنه أطبع جميع هذا؟ طب إحنا نقدر نطبعهم بشكل يدوي أو شكل مانيوال. كيف هذا الشيء؟ خلينا نسكر الكود الأول، نحكي له مثلا كونسول لوج، كونسول لوج، كونسول لوج العنصر الأول، نحكي له الفروت اللي ترتيبها زيرو، صحيح؟ وبالإضافة بقدر أقول له اطبع لي الفروت اللي ترتيبها 1، وكذلك الأمر لترتيبها 2. طيب يعني يطبع لي العنصر الأول والثاني والثالث. خلينا نروح نشوف هذه الأوامر شو نفذت. نروح على الكونسول، نعمل ريفرش، بنلاحظ إنه طبع لي عناصر الأري الأول والثاني والثالث، صحيح؟ تمام. طبعا أنا لو قلت له اطبع لي العنصر اللي رقمه 3 راح يقول لي undefined، هذا غير معرف، غير معرف، راح يقول لي طبعا طلع الاول ابل بانانا اورنج. قلت له في هون اطبع لي الفروتس اللي الاندكس تبعها 3، لا يوجد 0 1 2 في 3 ما في، فهذا هو عشان هيك طبع لي الانديفايد. طيب نفترض انه هذه الاري فيها على سبيل المثال 100 عنصر، صحيح؟ ليس من المنطق انه كل مره اقول له 0 1 2 3 4 4، هذا غير منطقي، صحيح؟ فانا الاصل بقدر استفيد من جمل الدوران، صحيح؟ ومنلاحظ انه الاي قبل شوي لما طبعنا قدرنا نوصل لاعداد مثل الزيرو وال1 وال2 وال3 وال4، نقدر احنا نستطيع ان نستخدم هذه الارقام ونستفيد. ما هي البرمجه؟ البرمجه هي عباره عن ترابط سلسله من المواضيع او افكار، وانت بتقدر تستخدمها لحلول مشكله معينه، صحيح؟ هذه هي البرمجه، هذا تعريف البرمجه على العموم. طب هذا الشيء بالطريقه هاي ما بدنا اياه. طيب شو الحل الامثل باستخدام الفور؟ طيب ماشي، اقول له فور، هذه الفور ان شاء الله، تمام، تبدا من صفر. ليش؟ لان انا محتاج الرقم صفر، محتاج الرقم صفر. انا بدي اسوي الان جمله فور تعمل بديلا لهذا المانيوال والاكواد 1 2 3 4، تمام، نفس الشيء. طيب بدي معناته فور في تبلش من صفر وتنتهي الرقم 3 ثم تخرج، صحيح؟ كيف هذا الشيء نسوي؟ بنقول له بلش لي الاي مثلا من صفر يساوي زيرو، تمام، ومن ثم الان يكمل الشرط. طيب شو الشرط بدي احكي له؟ طالما هي اقل من ايش؟ اقل من الرقم كم؟ اثنين ولا ثلاث ولا اربعه؟ زيرو، باجي انا اعدهم مثلا زيرو 1 2، طبعا في هناك بيست براكتس، احنا كنا نستدرج تدريجيا. طيب زيرو 1 2 فيش ثلاث، إذا طالما أقل من ثلاث، طالما الآي هي الآي أقل من العدد ثلاث، لا تساوي ثلاث لأنه أصلا ما في ثلاث، صحيح؟ زيرو، ليش زيرو؟ لأنه في زيرو، ممتاز. ثم آي بلس بلس، آي بلس بلس، زيد لي العداد. طيب تمام. طبعا كونسول اللوك هي فقط للطباعة، للطباعة. باجي أحكي له أنا بدل ما أثبت العدد، الاي مش هي كل مره تتغير قيمتها، اول مره بتكون 0 والثانيه 1 والثانيه 2 والبعدها 3 وهكذا، صحيح؟ بقدر استفيد منها. اذا الان صار في عندي اي باول لفه قيمتها 0، وفي اللفه الثانيه 1، وفي اللفه الثالثه 2، اذا انا قدرت بامكاني اطبع هذه، اختصر هذه الاكواد بجمله فور واحده، صحيح؟ نروح نشوف هذا الحكي صحيح. نروح على الكونسول، بقدرت انا اطبع عناصر ايش؟
الاري. طبعا احنا الان مش ملاحظين الفرق، لانه اصلا الثلاث عناصر اللي فيها، فطبيعي جدا يكون الاري فيها ممكن 100 او 1000 او الاف العناصر للعلم. صحيح، انا افترض مثلا عندك مجموع من اسماء المستخدمين، محمد واحمد وخليل وكذا، ومثلا طلاب جامعه هناك كثير. صحيح، فانا ما بقدر اروح اكتب كل الاسماء كونسول كونسول لوك كونسول لوك كونسول لوك، فبدي شيء يظل يلف. صحيح، فانا قدرت انشئ فور لوب لحل هذه المشكله. قد يسالني احد سؤال، طب انا ليش حطيت ثلاث؟ لانه اصلا انا عارف مجموع هذه الاري، مجموع او العناصر اللي موجوده في الاري. طبعا في هناك حلول كثيره، خصائص للاري ما بدنا نتكلم فيها الان، نتكلم فيها في درس لاحق، لكن سوف ناخذ حل. هو انا تكلمت حلول كثيره، بدي اخذ حل ثاني. الحل الثاني بدي احكي له، وانا بدي اقعد اعد، طب بلكي الاري فيها ستة او سبعة او ثمانية، بدي اقعد هيك 1 2 3 4 5 10 15 16، ممكن اخربط. صحيح ولا لا؟ قد تصدف معي عديت غلط مثلا واحط ستة هون. صحيح، انا بدي بالضبط. فهذا الشيء كيف ممكن نتصرف؟ طبعا بقدر اجيب عناصر الاري من شيء ايش اسمه خصائص الاري. خصائص الاري مش هسه بدنا ناخذها، تمام، بدروس لاحقة جيتنا ان شاء الله. تمام، كيف هذا الشيء ممكن يصير؟ طبعا وتكلمت في بدايه المحاضره عن طريق الفور، هناك عده اشكال. طيب ماشي، شو هالسحر هذا اللي بدك تعمل لنا اياه؟ بقول لهم حاضر، هذا الشيء اعمل لي كومنت وكانه مش موجود، وفي عندنا هذا الشيء. طبعا عشان نقدر نشوف، خليني انزل هذه لتحت هون، والكود اللي الاعلى اللي هو ايش؟ نعمل له كومنت. طيب كالتالي، تقول تقدر تقول له فور. طيب ماشي، وتعرف ايش؟ متغير، فليكن اي، عادة يستخدم اي. نقول له هذا الاي اوف، كلمة اوف من الاري اللي اسمها فروتس. يا سلام. طيب فالان قيمة اي كل مرة تاخذ عنصر مختلف من هذه الاري، اول مرة الاي بيكون قيمتها اول عنصر، باللفة اللي بعدها ثاني عنصر، باللفة اللي بعدها ثالث عنصر، والاوف فروت بيعرف كم عنصر اصلا في هذه الاري. تمام، بيعرف كم عنصر في هذه الاري، وخلاص بما انها انتهت يكتفي مباشره. وبقدر احكي له هون كونسول لوج كونسول لوج للاي. اذا انا اول مره الاي تاخذ قيمه اول عنصر اللي هو الابل. تمام، فانا بدل ما اقول يساوي زيرو واكبر وزيد ونقص واطلع ومش عارف ايش، وممكن ما اعد عناصر، مش عارف اعد، ممكن يكونوا 100 عنصر، يعني ممكن 98 97 انا بدي اقعد اعدهم. طبعا لا، هذا شيء غير منطقي، نحن بدنا البس براكتس. فالان في عندنا اسمه الاوف. اذا الاي هذه هي عباره عن قطعه، تمام، بشكل تسلسلي طبعا، من الاري اللي اسمها فروتس. نروح نشوف شو راح يطبع معنا. بنلاحظ انه هي ريفرش اعطاني نفس النتيجه، والكود كان اسهل وابسط. صحيح، لانه ممكن قد تصدف، صحيح قد تصدف انه هذه العناصر الاريها انا ما بعرف، ممكن شو تكون العناصر هاي، مثلا نكبرها زي هيك، انا بدي اقعد اعد 1 2 3 4 5 6، او 6 معناته انا لازم اقل من 6، وقد مش منطقي. تمام، فهنا عندنا عده اشكال. الشكل الاخر من الفور هي باستخدام الاوف. طيب في غيرها اشكال؟ نعم في، بدنا ناخذها الان. طيب الطريقه الثانيه، بقول لك ممكن واحد، طب انا قدرت اجيب قيمه العنصر اللي هو ابل، وهنا بنانا، وهنا ارنج، وهنا ابل مثلا، وهنا بنانا، وهنا ارنج، ممكن يكون في عده فواكه مختلفه. صحيح، طيب تمام، بلكي شخص بده ترتيب هذا العنصر او يطبع لي ترتيب العناصر، كيف يعني؟ طبعا انا بعرف انه هذا اول عنصر هو ابل وهذا بنانا. طب انا بدي، ما بدي اطبع، بدي اطبع ترتيب هذه العناصر، هذا الزيرو وهذا ال1 وهذا ال2 3 4 5 هكذا. تمام، كيف هذا الشيء بيصير؟ بنفس الطريقه، لكن نكررها بنفس الطريقه، تمام، لكن بدل اوف بنحط ان. طيب ماذا تدل ان؟ انه الاي في كل مره هي قيمه ترتيب كل عنصر في الاري اللي اسمها فروت. خلينا نروح نشوف شو بالنتيجة اللي اعطينا اياها بهذا الشكل. فقط انا غيرت اوف الى ان، نروح نشوف. يا سلام، شو طبع لي؟ 0 1 2 3 4 5. ليش؟ لانه اصلا انا عندي هذه الاري فيها 6، سوري
فيها ست عناصر، هذا 0 1 2 3 4 5، ست عناصر، وبلشت من الصفر اذا ست عناصر، تمام؟ قدرت انا استخدم ترتيب العناصر، لانه قد نحتاج في بعض الاحيان وكثير من الاحيان، تمام؟ في كتابة الاكواد البرمجية ترتيب العنصر، وفي بعض الاحيان الاخرى نستفيد من قيمة العنصر. طيب بدي اسال، شو الفرق بين ترتيب العنصر وقيمة العنصر؟ ترتيب العنصر هو ترتيبه، او يعني بنسميه الاندكس لهذا العنصر. طب قيمة هذا العنصر اللي هي القيمة الداخلية التي يحويها هذا العنصر، التي تفصل بيناهم، اللي هو ايش؟ الكومز، اي او الفواصل، تمام؟ اذا الان اكتشفت من ده. وطالما انا بقدر معي اللي هو ترتيب العناصر، مش انا معي ترتيب العناصر 0 1 2 3 4 5، بقدر استفيد من ترتيب العناصر، بحكي له ما تطبع لي الاي، اطبع لي اي فروت اللي ترتيبه اي. يا سلام. فبالتالي باستخدام الان بقدر اطبع العناصر، خلينا نروح نشوف. يا سلام، طبعت لي جميع العناصر، صحيح؟ طبعت لي جميع العناصر، إذا أنا باستخدام الـ N بقدر أطبع الترتيب والعناصر، باستخدام الـ F أستطيع أن أستخدمها لطباعة فقط العناصر. تمام؟ الشيء إن شاء الله جدا طبعا هذه الخصائص في غاية الأهمية راح أستفيد منها لاحقا، لأنه راح نستخدم لقدام شوي كثير من الأريه، وبعدين راح نستخدم شيء اسمه أوبجكت. طبعا إحنا ما تكلمنا عن الأوبجكت، شيء يحتاج شرح مفصل. في عندنا شيء اسمه أوبجكت، هو صيغة أكبر من الأريه بشوي، يعني هسه قاعد بتكلم رؤوس أقلام فقط، طبعا في له تفصيل مبسط، بل في حتى في اللي درسوا في الجامعات هناك مادة كامل تسمى الأوبجكت أورينتد في جميع اللغات البرمجية. إما في الأهمية هذه هذا الشيء اسمه الأوبجكت أورينتد، احنا بدنا ناخذها بالتفصيل، لأنه أنت عشان لدرجة أن الفهم الأوبجكت أورينتد هو هذا الفاصل اللي بيقدر واحد يحكي عنه عن حاله مبرمج أو غير مبرمج لهذه الدرجة. نعم، تمام. الاوبجكت اورينتد سوف نتكلم فيه لاحقا. طيب اذا لحد الان اليوم تكلمنا عن جمل الدوران، تكلمنا عن الاريز. ما هي الاري؟ الاري اللي هي طبعا في هنا رافع ايده محمد محمود، شويه بس والله دقيقه، تمام عشان افتح ال اه الاري انا ميوت. تفضل محمود، عنده سؤال خليه يسال قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعده. يمكن تعمل السلام عليكم. سلام. هسه انا الاوبجكت اورينتد راح تكون معي الفصل الجاي بالجامعه ان شاء الله، فبس هي راح تكون بجافا سكريبت، مش بجافا سكريبت، بجافا، صحيح. فبتكون بتختلف كثير. ولا بيختلف شيء، الاوبجكت اورينت طبعا بسال سؤال، والحمد لله انك سالتك سؤال وانا راح اجاوب عليه، سؤال مهم، واللي انا بدي اخذها في لغه ان شاء الله لو تاخذها باللغه الهنديه، تمام؟ الاوبجكت اورينتد هو تخيله انه مصطلح علمي، تمام؟ يتبع جميع قواعد. خلينا اذكر لك مثال بعيد عن البرمجه. طيب على سبيل المثال، مثلا قواعد لعب كره القدم، تمام؟ قواعد لعب كرة القدم، خلينا نتخيل هذا التوضيح للجميع. كل تمام. العالم بيقدروا يلعبوا كرة قدم، بيقدر مثلا طبعا تنطبق القواعد على الجميع، انه الاوت والبلنتي والركنية والمش عارف ايش، صحيح؟ طيب هل حدا مثلا بيتكلم لغة هندية والواحد بيتكلم لغة يابانية، هل له قواعد مختلفة؟ لا، الاثنين بدهم يبرمجوا. نتخيل ان البرمجة هي كرة القدم، قواعد، تنطبق. كذلك الامر الاوبجكت اورينتد، هي قواعد تنطبق على جميع اللغات البرمجيه. حدا بيكتبها في الجافا، حدا بيكتبها بالسي بلس بلس، حدا بيكتبها في اي لغه ثانيه، هي نفس القواعد. تخيلت الامر كيف؟ طيب انا لما افهم هذه القواعد بقدر استخدمها طبعا باستخدام اي لغه، برمجيه، لان جميع اللغات تتشابه بشكل جدا كبير في كتابه الاكواد البرمجيه. الاختلاف فقط بامور جدا بسيطه، انت بمجرد انك فهمت المنطق والقواعد في كتابه الاوبجكت اورينتد، انت فهمتها باستخدام السي بلس بلس او بالجافا، هي نفسها. اتمنى ان يكون اجبتك. طبعا في سؤال كمان من عكور محمد، نعم، يعطيك العافية مهندس. مهندس تفضل. بدي أسألك الآن، سواء بالأوف أو بالإن، إذا مثلا على سبيل المثال مثلا بدي، إذا لقيت كلمة بنانة أتخطاها لا تطبعها، كيف ممكن أستخدمها؟ حلو، تمام، ممتاز. ممكن اعطيها كتاسك انا هذه الشغله، جميل جدا، فكره جدا جميله بالعلم. طيب خليني اجاوبك عليها هسه. انا وانا بلف بالاري، كل مره مش انا بقدر اخذ عني، طبعا هذا سؤال قبل ما اتكلم في الموضوع اللي بعده، خليني اجاوب على هذا السؤال. طيب انا عندي
فور وبتلف. اول مره قدرت اوصل قبل، بقدر انا قبل ما اقول له اطبع. هذه برمجه. اذا انا بدي اعرف اتخيل. طبعا احنا في موضوع اخر كمان اسمه البروبلم سولفينج، حتى احنا كيف نغير المفهوم المنطقي الى مفهوم برمجي. سوف نتعلم هذا الشيء ان شاء الله. بقدر في هذا المكان بحكي له قبل ما تطبع، انا قاعد ببرمج، بقول له اف في هذا المكان كان عندي على سبيل المثال الفروت اللي ترتيبها اي، انت بتلف قاعد بتقول مره بتلفي تمام. اذا كانت تساوي ابل، اذا كانت تساوي ابل لا تطبعها مثلا، او اتس ابل مثلا، كونسول لوج كونسول لا تطبعها. ما بعرف كيف ممكن تختار الجداريه. طبعا بامكانك تحكي كمان لا تساوي، الى العلم لا تساوي. كيف لا تساوي؟ لا تساوي هذا كله اتكلم فيها اليوم، صحيح اليوم ممتاز. قد المثال هذا جدا ممكن يفيدنا. لا تساوي بالطريقه اشاره تعجب ويساوي معناتها لا تساوي ابل اطبعها. بقول له كونسول لوج اطبع لي، او كونسول لوج اطبع لي اللي هي الفروت الاي اللي انت موصلها، الفروت اي اللي انت موصل الها. اذا بهذا الكود البرمجي اللي احنا كتبناه اطبع لي كل شيء ما عدا الابل. خلينا نروح نشوف هذا الحكي صحيح ولا انا اهدي ما في عندي. هنشوف بنلاحظ انه طبع بنانه اورنج، بنانه اورنج، وين الابل؟ انا اشترطت عليه اطبع كل شيء، لكن حطيت لك شرط. اذا كان هذا الشيء اللي انت وصلت له هو بلف، انا قلت الف على جميع العناصر، اذا كانت قيمته ابل لا ما تدخلش على جمله الطباعه تمام. وهذه جمله فور، جمله الفور غايه الاهميه تمام. طبعا هذا المثال بدي اتركه هون حتى ممكن حال كثير حد يستخدمه، لانه اصلا كمان في تاسك مشابه سبحان الله اخر المحاضره كنت اتكلم فيه. محاضره اليوم في غايه الاهميه، لسه بدنا نتكلم في موضوع اخر قبل ما انتقل. طبعا الموضوع الاخر ده اتكلم عن شيء اسمه فانكشن، اللي عنده سؤال في اي سؤال تمام. قبل ما انتقل في حد عنده سؤال؟ 15 ثواني، 9 4. آه مهندس، مهندس تفضل. مهندس أنا بدي بس أسألك عن التاسكات اللي أعطيتني إياهن، بدنا نعرف الحلول بس إذا شاء نشوف إذا في عندنا أخطاء وكذا. بنعرف حلول صحيح. طبعا انا بالنسبه للتاسكات هو الاصل صراحه انه يتم الرد على كل شخص بالنسبه للتاسكات تمام. حاليا بس بدنا بس نمشي شويه. طبعا راح اراجع في كثير اشخاص ما سلموا التاسكات، راح يتم يعني مراجعتهم يعني بيختلف كذا. للي سلم بقول له هذا صح، لكن الاصح كذلك، لكن هذه النقطة جدا مهمة تمام. لكن مش الآن يعني، بعد شوي، لأنه في كثير أشخاص لسه مش مسلمين أصلا تسكات. تتكلم أكثر من 80% من المتواجدين ما حدش ملتزم بتسليم التاسكات. بس خلينا شوية بس عشان لسه بدنا نشوف نتواصل مع الجميع، وإن شاء الله راح أكيد نشوف الحل اللي أنت سلمته مع الحل الأمثل إن شاء الله تمام. لا في مهندس إن شاء الله. طبعا إياد تفضل. إياد أبو الروب. إياد أبو الروب. مين لا فائده لهذا الغلط؟ طيب. إياد هيثم. هيثم وإياد. الله يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك. مهندس في طريقة مثلا نقدر نرتب الكلمات عن طريق الأحرف، مثلا A B C D، يعني مثلا أبل بدايته حرف A وبنانا مثلا B، نرتبها مع الترتيب من حرف ال A لل Z. طبعا 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 هذا كل شيء فيه. احنا اصلا شو وظيفتنا؟ احنا شو جايين نتعلم حتى نقدر اول شيء نستخدم جميع، يكون في عندنا انا بسميها زي اسلحه هذه مثلا اللي هي الاساس تمام. ثم تستخدم هذا الاساس في حلول برمجيه، احنا لسه ما اخذنا الا شيء جدا بسيط. طبعا فيه بقدر مثلا بدك تعكس الكلمه، مثلا بدك كذا، بدك ترتبها تحطها في كثير من الحلول. بس خلينا شوي 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 حبه حبه ان شاء الله في راح نلاحظ انه يكون في عندنا كم هائل من المعلومات. احنا لسه في بدايه التاسيس، مش بدايه التاسيس، لسه بدنا كمان المحاضره اليوم سكشن 1 تنتهي، نبدا بسكشن 2 راح يكون في شويه ضغط ان شاء الله. طبعا اكيد
تمام اكيد. طبعا هي اصلا الكلمه الاولى، مثلا على سبيل المثال يعني بما انك صرت سائل، مثلا انا لو عندي ليت نيم يساوي مهمد، تمام، وانا قلت له اطبع لي مثلا نعمل فور سريعه، مثلا فور، تمام، فور مثلا اي كل مره اوف، سوري اوف نيم، بغض النظر طبعا الايم، النيم اللي هو اسمه مهمة، طبعا كلمة نيم اصلا هي محجوزة، ما بفضل استخدامها. بتقدر تحط بدالها اللي هي الاندر سكور. طيب طبعا هاي اندر سكور تقدر تسمي انت بالاندر سكور وكذا، وهذه الامور كويس، هاي مش مستفيد منهم ان شاء الله. علما هذه الامور صدقا بدأت حاب اتكلم فيها بوقتها وبالتفصيل، بس بما انك صرت سائل ان شاء الله بقدر اقول له كونسول لوج، كونسول لوج كل مرة الاي، نروح نشوف كيف يطبع لي بشكل سريع. طبع لي ايش محمد بطريقه كيف، مو هام وحرفين الام ورا بعض، يعني ثنتين ام، هي هنا هنا والاي دي. اذا انا قدرت كل مره استفيد من ايش كلمه محمد بشكل تفصيلي، ممكن اقول مثلا اذا كان في حرف او شيل لي اياه، اذا كان في حرف او بدل لي اياه بالدي، او بدل لي اياه باشاره زائد، او بغض النظر في كثير من الاشكال. بس كل شيء ان شاء الله أنا حاب ناخذ شوي جزئية كبيرة من التأسيس، بعدين نسوي الأفكار، تمام إن شاء الله؟ طيب، خلينا ننتقل للموضوع اللي بعده، الموضوع اللي بعده صراحة بده شوي شرح، بس قبل ما ننتقل في إياد بالروب، فضل الله، إياد. إياد، السلام عليكم. ايش السلام الصوت عليكم. هذا؟ بس كانت عندي مشكلة في المايك، معلش. مش مشكلة، بسيطة إن شاء الله. لا مهندس، بخصوص الهوم ورك اللي اخذناه، انا بس عندي سؤال بسيط، كيف بدي احط شرطين جوا جملة الفور؟ يعني مثلا اللي هي الاعداد الزوجية، هو راح يطلعوا 2، بعدين 4، بعدين 6، بدي اعملها اي ايكوال اي بلس 2 مش بلس 1. فكيف بدي احطها شرطين؟ انه اكس اقل من او تساوي 100، وبنفس الوقت انه تكون باقي القسمة على 2 يساوي 0. طيب تمام، فهمت عليك سؤالك انا. تمام، طيب شكرا لك. خلي ها ما شكرا لك. خليها نهايه المحاضره ان شاء الله راح نسويه مع بعض، اللي هو اصلا التاسك الاخير بنسويه ان شاء الله مع بعض. هو الاصل صدقا التاسكات اللي بنسلمها لازم بالمحاضره، بدايه المحاضره اللي بعدها نسويه مع بعض، نسوي التاسك بافضل براكتس. بس انا بفضل صراحه يعني اشوف كيف طرق التفكير المتوجهين، يعني كل واحد طريقه له تفكير مختلفه. هذا انا اصلا حتى افضل للعلم انه يكون في اخطاء، لانه متى احنا ما بنقدر نشمل كل الموضوع؟ لما الواحد يغلط، لما حدا كذا. فخلينا مبدئيا نغلط، ما بدنا نعطي كل شيء صح، خلي موضوع انه الواحد يغلط في كتابه الاكواد شيء ممتاز للعلم، تمام؟ خلينا ان شاء الله. بس بالنسبه للكود هذا اللي تكلمت فيه راح نتكلم فيه نهايه المحاضره ان شاء الله، بس وراح اظني متذكر ان شاء الله. طيب تمام. طيب الى حد الان ان شاء الله تكلمنا عن جمل الدوران، في عندي طريقه الفور اللي انا بنشئها، عداد وبيمشي، تمام، بالاضافه لعندنا باستخدام الاوف والان. ان شاء الله نكون فهمنا شو الفرق بين الاوف والان. الاوف يعني قطعه من كل مره قطعه من الابل، يعني قطعه يعني عنصر، عنصر اول، عنصر الثاني، عنصر الثاني. كما وذلك لازم نكون متذكرين ان هذه الاري بتخزن فيها فقط بدك اياه، مش بس سترينج. يعني مثلا مخزنين فيها كلها كامله سترينج، قد تخزن هون بوليان، قد تخزن كثير، بعدين بدك اياه، تمام؟ طيب تمام. نفترض على سبيل المثال انه انا عندي اكواد برمجيه، مثلا بقول لي كونسول لوج، كونسول لوج مثلا في هذا المكان، خلينا نفتح لنا هذا المكان، تمام؟ هذا المكان بدي هذا الشيء يتنفذ في جزئيه معينه في الكود، وهذا الشيء ممكن انا بدي اياه يستخدمه في الوقت اللي بدي اياه فقط. كيف يعني؟ شو بتحكي؟ فلسفه؟ مش فلسفه، لا. الان راح نشوف هذا كود ولا مش كود؟ هذا كود برمجي. هذا الكود اللي واحد اثنين ثلاث اربع خمس اسطر او ست اسطر، بدي انا ما بدي اظلني اكتبه، ممكن انا بدي استخدمه. طبعا هذا كود طويل تقدر تكتب اللي بدك اياه، بدي استخدمه في هذا المكان، وبدي استخدمه في هذا المكان، وبدي استخدمه في هذا المكان، وجوه مكان مش عارف وين، يعني في اماكن مختلفه. بما انه نفس الاكواد البرمجيه، طب ليش انا ما بقدر اسوي مره واحده وبالمكان اللي بدي استخدمه
وبالمكان اللي بدي استخدمه بنادي. شو يعني بنادي؟ الآن سوف نتعرف على مصطلح جديد. المصطلح الجديد هذا إيش اسمه؟ function. function، كلمة function شيء موجود في جميع اللغات البرمجية. الفكرة من كلمة function، الفكرة من كلمة function هو أنا بسوي عدة أكواد برمجية لعمل شيء معين. هذه الأكواد البرمجية ممكن أستخدمها أكثر من مرة في المشروع تبعي. ليش أنا كل مرة هذه الأكواد أخذها كوبي أحطها بيست في هذا المكان، بيست في هذا المكان، وبيست في هذا المكان؟ لا، أنا بنشئ عدة أكواد برمجية بمسمى معين، تمام؟ وبناديها وبستخدمها وقت ما بدي. طب إحنا قاعدين الآن فقط بنحكي بكيف هذا الحكي راح يصير. هذا الشيء يسمى أنا بقدر أسوي فانكشن. كيف بتسوي، كيف ينشئ الفانكشن؟ فانكشن، تكتب فانكشن. الآن بدنا نعرف فانكشن، وعشان هذه الأكواد طبعا أنا بدي أميزها، لازم يكون إلها اسم مميز. مثلا فروت لوبينج، مثلا فروت لوبينج، أنا كل ما بدي يجي على بالي أسوي فروت لوبينج، تمام؟ كل ما بدي أجعله يسوي فروت لوبينج، أوه شو هالاسم الطويل، فروت لوبينج، يعني بدي كل مرة ما بدي أنا أطبع اللي هذول الفواكه اللي هون بستخدمها، ما بدي أسوي نفس هذه الفور مرة ثانية فقط. طيب ماشي، هيك طريقة إنشاء الفانكشن. أول شيء أكتب فانكشن، بدي أعرف فانكشن وله اسم. ومن ميزات الفانكشن يجب، لازم، وهذه القواعد في جميع اللغات البرمجية، يكون في إلها القوسين، والقوسين هذول ما بدنا نحكي لهم قوسين، بدنا نحكي لهم باراميتر. باراميتر، وتنتهي كتابة الفانكشن في بلوك. طيب ماشي، شايفين هذا المكان اللي بداخل البلوك، بقول لك اكتب اللي بدك إياه، اللي بدي إياه. طيب ماشي، بدي أكتب هذا بس، أنا هذا المكان، هاي كوبي، خلينا ناخذ كات او لا، كوبي كوبي، واعمل له كومنت افضل عشان ايش، ممكن حدا يستفيد منه. طيب هذا الشيء، انا بقدر اكتب اكواد قد ما بدي في هذا المكان اللي بين الكيرلي براكتس او البلوك هذا، تمام؟ بما انه زي ما بدي كتبت هذه فقط. الان انا اذا بدي استخدم هذه الاكواد البرمجيه اللي هنا، فقط بنادي هذا الاسم، بقول له يا فروت لوبينج، على طول بيجي هذا نفذ، يا فروت لوبينج، بتنفذ كل شيء داخله. اذا انا حليت شيء جدا عظيم. انا كل مره بدي اظن اكتب هذه الاكواد البرمجيه، صحيح؟ لا، مش كل مره، فقط بحطها في فانكشن. وما داخل هذا الفانكشن، شو ما بيكون بداخله، كل شيء جوا هذا الفانكشن، هذا المكان، شو ما كتبت بداخله راح يتنفذ. نروح نشوف هذا الحكي صحيح ولا لا، بس نتاكد انه كل شيء فوق كومنت كومنت، بس هذا خلينا بدنا اياه. طيب طيب تمام، بدنا كل مرة نطبع اللي هو هذا الكود، اللي هو الكود. هذا الكود شو بيعمل؟ هذا الكود بيطبع هذه الأري من دون أسماء أبل، صحيح؟ أو مثلا خلينا نحكي مثلا fruits without أفضل without أبل. يا سلام، إذا أنا لو بدي أطبع الأسماء من دون كلمة أبل بستخدم هذا الفانكشن. يا سلام، ما أجمل اسمه، اسمه له معنى حقيقي. طيب متى بستخدمه؟ خلينا نروح نشوف. طب وينه؟ مش موجود، ما طبعش إشي. طبعا ما طبعش إشي، لأنه بيلزم مناداته باسمه. أنا شو حكيت؟ يا فروت without أبل، يلي اسمك فروت without أبل، يلا اشتغل. طب كيف بالنادي؟ يقول لك تعال خذ اسمه مع البارامتر تبعه. هذا كود، تمام؟ يقول لك هيك بتنادي الأكواد، هيك بتنادي الأكواد. دقيقة، خلينا أنا دي اسمه، خلينا نعمل ريفرش، خلينا نعمل ريفرش، نادي اسمه كوبي، الله غير غريبها. Don't paste code into the developer tools console that do not understand or have not reviewed yourself that code allowed attack still. نستخدم متصفح ثاني، في شوية خصائص لازم نلعب فيها وهسه مش فاضينا. طيب نستخدم متصفح ثاني، ما في مشكلة، هو نفس الاندكس هذا. هذا نروح على الكونسول،
الكونسول. اتوقع لا صحيح صحيح، نفس الكروم، نفس الكروم، بس بقول لك انه ما تقدر تسوي اللي هو البيست، البيست هذا البيست لازم تكتب الاسم كما هو. طيب ما في مشكله، طيب روح على الكونسول معلش. طيب الان لحد نقطه انه لازم شو يسوي، ينفذ هذه الاكواد البرمجيه. بقول لك بس لازم تكتبها كتابه، يعني انا اخذتها كوبي هيك، اخذتها كوبي وقلت له هانا بيست، بقول لك ما بصير، يعني ما بصير لك بورني. طبعا بقدر اشيلها بس هسه يعني بالله راح تطول، ما تاخذ وقت. معلش بكتب اسمها كما كتبتها بالضبط، بس خليني اشوف كتبتها فروتس، فروتس وذات، وين بطول الاسم، اعطيني اياها اكس هسه مبدئيا، بعدين شاطر. تمام اسمها اكس، نفترض انه اسمها اكس، هسه بنغير اسمها. تمام خلينا نستخدمها من ريفرش، بكيف من نديها نقول له اكس يا اكس اشتغل. طب ما تشتغل اعمل لي انتر. يا سلام شو اللي صار؟ طبع لي ايش؟ شو طبع؟ طبع الاكواد، هذه اكواد مره ثانيه بدي استخدمها. حلو بالموضوع، ناديتها يعني سوى ليها مره ثانيه، سوى ليها مره ثانيه، سوى ليها مره ثانيه. طب احنا فقط سميناها اكس، لازم الاصل يعني انا بحب انا صراحه اسمي الاسماء كما هي، بس الان يعني فروتس بجوز اخربط فيها، فروتس وذاوت ابل، سهل ان شاء الله. تمام طبعا تقدر تمسح بالاكواد هاي فقط باشاره هذه الاشاره اللي هون. تمام هاي فقط تمسح، فقط تمسح الشاشه اللي كتبتها فروت، فروت وذاوت هيك اتوقع ابل. تمام بتحط البارامترات هيك، هيك طريقه المنادى. قبل ما احط انتر شو اللي راح يصير؟ بيروح على هذا الاسم فروت دوت ابل، بتفرج على هذه الاكواد اللي هون بنفذ لك اياها، ابشر واحده واحده. الان روح نحط انتر، نفذ لي اياها وانا جاهز، كاتبها غلط معناته فروت. مهندس انت مش عامل حفظ حرف الاو بعد والله اليو. صحيح صحيح، مش حافظ اسم، صحيح مش حافظ. هي لما يكون في هون نقطه بيضاء معناته هذا الكود مش مسيبه. احسنت صحيح، حرف الاو مهندس بعد العاي الاو والله بعد الاي فروت وفروت، بس هيك بالضبط الفروت، كلمة فروت في غلط او، في او مهندس. صحيح صحيح، في او فرو، في هون او اتوقع بعد الاي او. ايوه الان بسم الله الله فرو، كيف كاتبها هنا فرو اي او without fruits، والله كاتبها صح fruits. مهندس الأولانية اللي في الكتبت هون أو هاي الزيادة غلط أصلا، مش لازم تكتب عشان هيك صار بس لا عاد، بس انه بدل تكتبها زي بالضبط، هاي زيها بالضبط خذها كوبي. كوبي كوبي، بس للاسف هذا ما بياخذ كوبي، يعني بقول لك بعطيه. طبعا ما اقدر اشيل الخاصيه هاي، بس الناس انه هاي. حط الكلمة طيب بدل اللينك. عموما انت سميها اسم بسيط سهل. مهندس أنت حاط الأو قبل أي هناك، أيوة بدل ها الأي والأو. أيوة اي او هنا ايش، ها اي او تي اس، اي او تي اس، يو اي او تي اس، بعدين ما القصه يو اي او تي اس without، لا بدها تشتغل عمي. ها انا بدي اراديها بالكود نفسه، تقدر تناديها في الكود نفسه هاي هون في هذا المكان، مثلا في الخارج في هذا المكان تقدر تناديها، بس هيك مباشرة بتلاقيها. ال W تمام انت كتبتها كابيتال وهي في الفانكشن سمولر. اخي خلاص، اصلا بمجرد انك مديتها مره تقدر تستدعيها قد ما بدك هون خلاص. تمام بس هيك ليش ما كنتش انا كتبتها هيك روس وذا روتس without، هذا كابيتال هذه اتوقع او كلام، هذا كابيتال مش مشكله. تمام هذا هو المنادى، نادي لي هذا الاسم فروتس او ذات ابل. نسوي فانكشن اخر مثلا فروتس وذ ابل، مثلا اطبع لي فروتس مع الابل، مع الابل. تمام وذ ابل بهذا المكان مثلا. تمام ونستدعي هذا هنا وهذا هنا. اول مره هذا اللي استدعيته راح يطبع لي البدون ابل، طبعا بس بدون ابل هيك مباشره من دون شرط، من دون شرط، من دون شرط، صح ولا غلطان انا؟ ان شاء الله الامور تمام. طيب هذا من دون شرط، اذا انا هافيا لما استدعي اطبع لي الفروتس وذ ما حتى مع الابل بيطبع لي كله كاملين، او خلينا نسميها برنت اول فروتس. خلاص احنا نسمي نقول نسمي قصص. تمام ايها
هذه بدون وهذه مع، بس خلينا نسيف رولز مهندس وذا دك، اوت مهندس دك الفور. رولز وذا اوت ار. صحيح، بس نشيل الايش الاف، هذا الشرط الاف. صحيح صحيح، هذا مع هذا. طيب تمام، فالآن أول مرة طبع لي إياها بهذه الطريقة، وهذه طبع لي بهذه الطريقة. الفكرة من هذه الفكرة المثال هذا بشكل سريع، إنه أنا بس كنت بدي يعني الفانكشن لما بدك تسميه تسميه باسم له معنى فقط، تمام؟ وإنه إحنا بنقدر نكتب أكواد برمجية نستخدمها قد ما بدنا ونستدعيها قد ما بدنا. هي الفكرة فقط من هذه أهم من هذا المثال. أنا أتمنى من الجميع إنه تكون الصورة واضحة، لأنه أنا لو في حد لسه كصفر برمجين أو كذا ممكن يستصعب من هذه الأمور، لكن أتوقع اللي عنده فقط خلفية سابقة ممكن يتقبل هذا الشيء. تمام؟ طبعا اللي عنده أي أسئلة أو استفسار إحنا هنا موجودين إن شاء الله باستمرار. الفكرة من محاضرة اليوم، إنه إحنا نقدر نعطي إف فور لوب باستخدام الأوف، وفور لوب باستخدام الإن، ونستخدم من إيش الإندكس. بالإضافة إنه اليوم تعرفنا على شيء اسمه الفانكشن. الفانكشن هذا الفانكشن تكتب فيه أكواد، باختصار تكتب فيه أكواد، هذه الأكواد تستخدمها وقت ما بدك وين ما بدك وين ما بدك. طبعا عشان تشغل هذا الكود اللي هذا أو هذا الفانكشن بهذا المكان، تمام، لازم تناديه باسمه، لازم تناديه باسمه إن شاء الله. تمام، لازم تناديه باسمه، مثل هون خلينا ناديه باسمه اي فروتس، اصلا بتلاقيه مخزن هون في هذا المكان هذا هو with apple، اذا راح يطبع لي الفروتس مع الابل، هي الابل ابل بنانا 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 ابل اورنج. تمام، وبنفس الطريقه اللي هو الاستدعاء الاخر اللي هو الفروت without apple لاخر مره، الفروت without apple هذا اللي هو، تمام، طبع لي كل الفواكه من دون، ليش؟ لانه عندي في كود يعمل لذلك وكود يعمل لذلك. طيب طبعا خليني اكتفي لهذا الحد، صدقا انا بقى قبل المحاضره يعني في كثير اشخاص قالوا لي احنا عندنا امتحانات وعندنا كذا كثير، مش واحد ولا اثنين يعني. انا اقدر هذا الشيء، لكن كمان برضو كمان يعني اقدر فكره انه كمان في بعض كثير من الاشخاص بدنا نسحب لسه في المنهاج، في نسحب المنهاج وجميع المحاضرات ان شاء الله مسجله. طبعا كان في طلب من حدا منا بعرف بالضبط اللي هو كيف نعمل شيء بالايفن، نسيت والله شو السؤال كان، ما بعرف اللي لسه موجود، خلينا نعمل مع بعض. اياد ابو الرب تفضل. اللي هو مهندس احط شرطين بنفس جملة الفور، يعني شرطين، شرطين بنفس جملة الفور. يعني مثلا احنا بدي اطلع الارقام انه اي ايكوال زيرو ونفس تمام، المود هسه عندنا احنا كلها. فور، انت تستخدم الفور فقط للتكرار. هسه بالداخل انت بتحط الشروط اللي بدك اياها، مثلا اف شيء معين، تمام، وبهذا الاف هذا مثلا يكون عندنا مثلا، خلينا نسوي كالتالي نفس المثال انت بدك اياه. المثال هو عندنا ارقام ايش؟ ارقام كثيره، مثلا نمبرز، سوري، نمبرز مثلا يساوي هذه الارقام، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، مثلا عندنا هذه الارقام نمبرز. طيب هسه من اللي فهمته انا انه مثلا نمشي على هذه الاري في هذا المكان يطبع لي الارقام الزوجيه فقط، ما بعرف هيك سؤال. طيب مثلا نسوي فور بنفس طريقه الفور تاعت اليوم اللي هي اي بس اوف اللي هي الاري اللي اسمها نمبر اوف نمبرز، هي اوف نمبرز. طيب في كل مره هذه الاي، هسه قيمه الاي اول مره 1 2 3 4 كذلك. طيب انا ضمنت انه اقدر الف على جميع الاري، هون بقدر اضيف الشرط اللي بدي اياه، مثلا اف عده شروط، مثلا الشرط الاول مثلا، يكون لازم يكون عدد زوجي واكبر من 5، مثلا عدد زوجي واكبر من 5، نقول اف اي اكبر او يساوي 5. والشرط الثاني بالاند، مثلا بالاند، والاي
مود صحيح، الشرط الثاني الاي مود الاثنين لازم يساوي صفر. اذا الان راح يطبع لي الارقام الزوجيه واكبر من 5 في هذا الشرط، شو يسوي فيها؟ اقول له كونسول لوج، كونسول لوج في هذه الحاله فقط للاي مثلا، صحيح؟ يعني انا حطيت الشرط زي البديه، طبعا بقدر اكتبها في هذه الطريقه، تمام؟ الان بهذا الشيء انه هذا الان نشوف اللهم صل على محمد، شو اللي بيعطينا هذا الناتج؟ طبعا 6 و8، هل حقق الشرط اللي انه هل 6 و8 اكبر من الخمسه؟ نعم. هل 6 و8 اعداد زوجيه؟ نعم. طبعا بقدر اكتبه في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه بدون الاند، الاند مثلا جوا ممكن في شيء اسمه نستد اف، اي اف جوا اف. اذا فقط بس هذا الشرط في هذا المكان، تمام، بتشيل اياه هذا الاف بعد ما يحقق الشرط الاول اللي بدي اياه، تمام، تدخل على الشرط الثاني اف بالطريقه هاي، سوري، تمام، يدخل على الشرط الاخر مثلا، بس يدخل على الشرط الاخر يعمل لي اللي هو الشرط. اذا هذا الكود هو نفس هذا الكود، خلينا نسكر هذا، هذا هو نسكره مثلا، هذا هو الان هذا الشيء. طبعا 6 و8 هذا لازم يطلع لنا كمان 6 و8، نفس الكود، نفس طريقه الكود، فهي طريقه كتابه الاكواد، وهو يعني قدرت انا استخدم الاند على النحو هذا ان شاء الله. طيب بنروح مثلا على اليساوي، طبع لي كمان 6، او على الريفرش تري، طبع لي 6 و8 مثلا. ممكن تضيف اكثر من شرط، مثلا اكبر من 5 والشرط الاخر يكون مثلا على سبيل المثال واقل من 8 مثلا، تمام، نقول كمان الاي لازم تكون اقل من 8 في هذا المكان مثلا. مثلا اند نسكر هذا الكود مثلا. الان حطيت 3 شروط، احنا ليش في عندنا اند واور؟ تمام، عشان انا اقدر استخدمهم في الحالات، في حالات تحويل الحالات المنطقيه لحالات برمجيه، تمام. اذا الشرط الاول لازم يكون اكبر من 5، الشرط الثاني لازم يكون زوجي، والشرط الثالث لازم يكون رقم 8. وين الرقم اللي حقق هذا الشروط؟ انا شايف فقط 6، لازم يطبع لي فقط 6. يعني نشوف هذا الحكي صحيح؟ نعم صحيح، طبع لي فقط 6. فانا هذه فقط هي فقط هي تحويل الافكار او المنطق او المنطق الكتاب الى مفهوم برمجي، تمام. تقدر تحط الشروط اللي بدك اياها بنفس جمله الاف، وبفصل بيناتهم بالاند، لانه لازم يتحقق هذا وهذا وهذا. الاور احداهم يحقق الشرط، اما بالاند زي كانك حطيت اف، حطيت جواتها اف وجواتها اف، ما بدخل على الاف اللي بعدها الا اذا طبقت الاف اللي قبلها. طيب فهذه الطريقه نستد اف والاف ويفصل بيناتهم اند هي نفس المعنى. اتمنى ان يكون فهمت سؤالك صح وجبتك ان شاء الله. حلو، تمام، عندنا ليث. يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك رب. أغلبك بس عشان تشرح لي بس فكرة الفور جواتها اف و الس، لأنه بالهوم وورك كنت ناوي أنا أعمل أنه الإيفن والأود، يطبع لي الإيفن المتى حيكون صفر، إذا ما كان صفر يطبع لي الأود نمبر، بس ما زبطت معي. حلو، تمام، هسه انت المقصد انه يكون فيها اف وكمان فيها الس، هيك القصد؟ هسه آه الالس زين. والاف انه بغض النظر هذا الشرط تحقق، هذا الشرط تحقق ما تحقق بروح على الالس. يعني ممكن كحاله مثلا انه يطبع لي الارقام، مثلا اجاني تاسك او هوم او كذا، يطبع لي الارقام التي عكس هذا الشيء، مثلا عكس هذا الشيء، مثلا الارقام ممكن يا ريت لو انه عشان نستخدم الالس، عشان نستخدم الالس. طيب ماشي، ما في مشكله، بس نقول له مثلا else ممكن تعكس هذا الشيء، مثلا if اقل او يساوي اللي اقل او اقل اقل او يساوي و لا يساوي زيرو، عشان يطلع نفس الناتج، عشان يطلع نفس الناتج، يطلع نفس الناتج، يطبع لي الأرقام. غير ذلك طبعا، غير ذلك كونسول لوج، كونسول لوج. أنا شايف أمور بسيطة إن شاء الله، ما بعرف والله، ما فهمت والله صراحة السؤال بالضبط، بس كأنه فهمت استخدم إلس مع الشغلة. كونسول لوج، كونسول لوج، طبعا هذا المفهوم البرمجي مفهوم. في عندنا شيء اسمه، راح ناخذه قريبا إن شاء الله بعد الاوبجكت اورينتد، ايش اسمه الالجوريثم، انه كيف انا بغير يعني كلام حقيقي، بس كيف مثلا بقول لك خذ هاي الفقره
وترجم لي اياها باللغه الانجليزيه، نفس الطريقه، خذ هذه الفقره بالعربي مثلا او بالانجليزي، حوليها مفهوم برمجي بس، تمام؟ والله ما فهمت صراحه السؤال، بس كاني فهمت انه استخدم else مع الاف، ما بعرف اطباع الاي، فراح يعطينا نفس النتيجه ان شاء الله. هيعطينا نفس النتيجه اللي هي 1 2، لا والله مش نفس النتيجه. انه استخدم الالس طالما الرقم اقل من 5 ولا يقبل القسم على 0، اذا كل الارقام صحيح. ما فهمت سؤالك والله. ما فهمت سؤالك انا، انه استخدم الالس مع الاف عادي، ما حقق الشرط اذهب للالس. اتمنى ان يكون ما في سؤال، ما في يعني ما في سيناريو نبني عليه حتى نحوله ان شاء الله. ممكن احنا يعني ان شاء بس الله بالتاس يعني بنحل هنا، التاسكات، بنحل التاسكات. تفضل. بالتاس كان عندنا انه انت طالب منا نكتب الايفن نمبر من 1 لـ50، ماشي. هسه انا لما اجيت اكتب الكود حطيته انه يكتب الايفن، بس انا بدي اياه اذا ما طلع عندي الرقم ايفن بس حلو، يكتب صح، الاود نمبر، عرفت علي؟ نطبع الأرقام الزوجية. يروح على الإلس، يروح على يروح على الالس، الإلس، صح. اذا ما كان ناتج القسم يساوي صفر يترك الارقام الزوجية ويطبع لنا بس الفردية. طيب تمام، تمام. خلينا نعمل مقارنة، مثلا عندنا 4 فليكن، مثلا بدنا نطبع الأرقام من 1 لـ50، نبلش من 1. إذا عندنا هنا let i مثلا تبلش من عند الواحد، مثلا let i بتبلش من الواحد. طيب طالما العدد i أقل أو يساوي 50، أقل أو يساوي 50، ظلك نفذ الأكواد البرمجية، وكل مرة زيد ال i بلس بلس. طيب مثلا بدنا نطبع الأرقام الزوجية، عشان انا في عندي بعرف انه الارقام الزوجيه، ما هي الارقام الزوجيه؟ هي الارقام التي متبقي قسمتها، تمام، على 2 يعطي 0، اللي هو اف الرقم هذا الاي في كل مره، المتبقي قسمته اي المود مع الاثنين، هل يساوي 0؟ هل يساوي 0؟ اذا هو عدد زوجي، اذا هو عدد زوجي، يفضل هذا المكان المود، تمام، يحط بين اقواس بحيث انه ما يسوي، يعني دائما ايش في مود تحطه بين اقواس، تمام. فالان انا قدرت اطبع الاكواد الزوجيه، الارقام الزوجيه، مثلا كونسول دوت لوج. طبعا انا بقدر اتلاعب في هذا القليل، ممكن اقول له التي لا تساوي 0 روح لي على الالس، مثلا اطبع لي هذا الرقم. هسه بهذه الطريقه خلينا نشوف هذا ايش عندي هون. تمام، خلينا نروح نشوف، تمام. فالان طبعا لايش الارقام الزوجيه، طيب بنفس النتيجه، يعطينا نفس النتيجه هاي من 2 4 6 8 10 12 مثلا، مثلا تمام بنفس هذه الطريقه، لكن نغير بالاكواد. مثلا نقول له اذا لا يساوي صفر، لا يساوي صفر، ايش يعني لا يساوي صفر؟ يعني فقط الارقام الفرديه، بس انا مش هذا اللي بدي اياه، هيعطيني الان الارقام الفرديه بس مش انا هذا اللي بدي اياه، تمام. ممكن احكي له مش هنا، لا روح لي على الالس، روح لي على الالس، روح لي على الالس، تمام. وبهذا المكان عادي خلاص، خليه هسه الان فاضي، ما في مشكله، خليه فاضي. اذا لازم يروح على الالس، اذا الالس هي الحالات اللي تعطي الزوجيه، صحيح؟ هيك سؤالك؟ بدك تستخدم الالس؟ سؤالي كان هيك، بس بدون ما اني اشيل الكونسول لوج، بتزبط ولا ما بتزبط؟ انه اخليه يعطيني الناتج ماشي، القسمي خليه يساوي اصلا ما صفر راح يفوت، واذا يساوي خليه صفر موجود، اعطيني ما في الفرق. مشكله. انا شلت لانه ما راح يفوت، وانا صارت هذه هي وقلتها 1، يعني عادي صار انه مستحيل يفوت هون، يعني طالما محقق هذا الشرط، تمام. هسه هون في هذه الطريقه لا، اذا ما حققها راح يطبع الزوجي والفردي. انا هون يعني في كل مره سواء حقق الشرط راح يطبع، ما حقق الشرط راح يطبع. ممكن احكي له مثلا this number مثلا i، مثلا ممكن احكي له زي هيك i، او this number هيك عشان يعطينا شيء له معنى. ممكن احكي له this number، this number مثلا، هذا النمبر this number اللي هو ال i ماله is odd، is odd، تمام. وبنفس الطريقة هيك عشان او هيك اجمل، هيك بنفس الطريقة ممكن نحكي له this number is even، is even،
نروح نشوف. تمام، بقول لك هسه الان كالتالي: This number 1 واحد is odd. This number 2 is even. This number 3 is odd. وهكذا. تمام، صار لها معنى، يعني الفكره انه صار لها معنى. اما لو خليتهم فقط يطبع واحد واثنين زي كانه طبع كل الارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة، بس الان يعني فقط فرقت بيناتهم باللي هو في شو اسمه، في الاكواد هاي. طبعا للعلم انا فصلت بيناتهم في فواصل، انا ما بحب استخدام الفواصل، ما بحب استخدام الفواصل، اللي بس بحب استخدم ايش، الباك تكست اللي هي احنا استخدمناها هاي. ليش؟ نقدر نحكي مثلا this number، تكتب بنفس يعني بنفس السترينج بين كوتيشن، this number اللي هو ايش؟ حط الدولار ساين، انا هيك بفضل الدولار ساين اللي هو الاي هذا. احبش انا استخدام الفواصل وهذه الامور، فقط خلاص كود واحد مباشره كوبي. تمام، بنفس الطريقه ان شاء الله. طيب is even، صارت اجمل، صحيح صارت اجمل. تمام، هاي صارت اجمل طيب كذا. This number I is even. طيب للعلم طبعا نقدر كمان حتى يعني نستخدم اللي اخذناه اليوم، اللي اخذناه اليوم الايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، الفانكشن انه تودي قيم وترجع قيم، بس ما بدي اياها اليوم هسه لسه. انه تقدر كمان مع المونادات الفانكشن تقدر تبعث قيم وترجع لك قيم. خليها للمحاضره الجايه، خليها للمحاضره الجايه.